ينضم إلينا هاتفيا من برلين الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، بعد التحية، يعني ربما ألمانيا بتعتبر من أكبر أو كانت من أكبر المعتمدين على النفط والغاز الروسي، نتحدث عن حوالي 55% الخطة الموضوعة في الوقت الحالي لتفادي أي أزمات خلال فصل الشتاء. الحقيقة خلود، في أزمة كبيرة الآن بتواجه الحكومة الألمانية. في تقرير خلق خاص باستهلاك الغاز، احتياط الغاز الموجود الان في المانيا. في البدايه عايز اقول ان حسب الشبكه الفدراليه للطاقه هنا في المانيا، وصلت نسبه تخزين الغاز في المانيا ل 92% استعدادا لفتره الشتاء اللي بدا بالفعل هنا في المانيا. ولكن التقرير الخطير اللي حذرت منه الشبكه ورئيسها كلاوس مولر، ان هم لاحظوا خلال الاسبوع الماضي في ارتفاع في استهلاك الغاز بشكل كبير هنا في المانيا، من الاحتياطي اللي موجود اكثر من اللازم، لان المنازل، تحديدا المنازل والعملاء التجاريين الصغار، يعني صغار الشركات الصغيره، استهلكوا اكثر بكثير من المعتاد لنفس الفتره في متوسط السنوات الماضيه. وكلاوس مور رئيس الشبكه قال ان الوضع لو فضل على كده هيبقى خطير جدا للغايه، لو المستهلكين في المنازل ما خفضوش استهلاكهم للغاز بنسبه 20%، علشان لو المانيا وصلت لاحتياطي غاز في شهر فبراير القادم وصل ل 20% بس، هتكون ازمه كبيره جدا لالمانيا، يعني استهلاك الناس هنا في المانيا زاد بشكل كبير جدا. الازمه الكبيره ايضا، يعني ردا على سؤالك، هو بالطبع ارتفاع نسبه التضخم. استهلاكهم في المانيا وصل الآلي ل 10% لاول مره يمكن في تاريخ المانيا في داخل الاتحاد الاوروبي بشكل كامل، 10 يعني تقريبا 10% ايضا او 10.7% في الاتحاد الاوروبي، ودي اول مره خلود منذ العمل في عملة اليورو أن يصل التضخم في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 10%. ولكن الحكومة الألمانية الحالة الوحيدة اللي ارتأته، وده طبعا حصل هجوم كبير على الحكومة الألمانية من باقي دول الاتحاد الأوروبي، الحكومة الألمانية ارتأت تخصيص 200 مليار يورو لدعم شركات الطاقة والمواطنين حتى يستطيعون مواجهة ارتفاع الأسعار، لأن شركات الطاقة في ألمانيا التي تشتري الغاز من كانت تشتري الغاز من روسيا، تشتري الان من موردين اخرين سواء دول عربيه او سواء النرويج او الولايات المتحده الامريكيه باسعار عاليه عن التي كانت تشتريها في الماضي. لذلك شركات الطاقه يعني كانت مستعده لاشهار افلاسها هنا في المانيا، لكن الحكومه قالت سنخصص 200 مليار يورو لدعم هذه الشركات حتى يتم تخفيض فرق السعر هتدفعه الحكومه، حتى يستطيع المواطن الالماني يعني تحمل كل هذه الاسعار في الارتفاع. واصلا بالاساس يعني عربي، انه تعارض المانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف لاسعار الغاز خشيه ان يعيق ذلك شراء الغاز الذي تحتاجه. يعني هل لديك تفاصيل اكثر عن هذه المحادثات بالاخص مع فرنسا التي تحاول جاهده اقناع الاطراف ومنها المانيا لوضع سقف؟ اللي قلتيه ده تحديدا خلود، هي دي الازمه الحقيقيه الان بين المانيا وباقي دول الاتحاد الاوروبي. باقي دول الاتحاد الاوروبي مثل التكتيك ايضا، وتحديدا ايطاليا وفرنسا، يضغطون على باقي دول الاتحاد الاوروبي لوضع سعر لشراء الغاز بسعر معين من باقي دول العالم. ولكن المانيا ترى هذا الحل حل غير واقعي وغير عملي. لو دول الاتحاد الاوروبي خصصت لكل ميجا وات، على سبيل المثال هنشتري كل ميجا وات ب 100 يورو، يعني هناك دول تبيع الغاز في العالم مثل الدول العربيه والشرق الاوسط والنرويج والولايات المتحده الامريكيه، لماذا سيقبلون هذه الاسعار وهم الذين يبيعون؟ يعني انت رايح بالمعنى ان دول الاتحاد الاوروبي سوف يذهبون لشراء الغاز بسعر هم يحددونه. المانيا يعني ترى ان هذا الامر سوف يشكل خطوره، ان موردين الغاز سواء دول عربيه او سواء الولايات المتحده الامريكيه او سواء النرويج هتهرب وتروح ل اخرين، مشترين اخرين في مختلف دول العالم او شركات طاقه مختلفه في دول العالم، وهتبيع ليها الغاز الخاص بيها، ودول الاتحاد الاوروبي لن تجد مورد اخر للغاز اذا اتجهت النرويج ودول الشرق الاوسط. وراينا اتهامات يا عربي، يعني ربما بولندا تتهم المانيا بالانانيه على لسان رئيس الوزراء البولندي بسبب ما يراه انفاق سخي زي ما انت ذكرت بقيمه 200 مليار يورو لاعانه وحمايه المستهلكين. كيف ردت المانيا على هذه الاتهامات؟ ايضا المجر فيكتور اوربان يعني المقرب من الرئيس الروسي ايضا راى هذا الامر، وحتى وصف الشعب الالماني او وصف الحكومه الالمانيه بان هم يعني للاسف، ان هو قال ده تحديدا، ان هم اكيل الخنبسه، ان هم يعتمدون المانيا الدوله الغنيه التي لديها اموال كثيره تريد دعم مواطنيها ولا تلتفت لباقي الدول الاوروبيه. هي كما ذكرت بولندا تحديدا، المانيا امدت بولندا
بمساعدات ماليه طائله يعني على مدار ال 20 عام الماضيه، ولكن الجميع ينظر الان الى ان المانيا الغنيه تحديدا وبالطبع معها هولندا والدنمارك والسويد وما الى ذلك عليها مساعده دول الجنوب الاوروبي الى حد ما فقيره كما يسمونها هنا. كما حصل في سنه 2020 كما تتذكرين كنا سويا في عام 2020 كان في ازمه كورونا وكان في ايضا ضغط اقتصادي. نعم. ويريدون تكرار نفس السيناريو، تحمل الديون بشكل مشترك داخل الاتحاد الاوروبي وان تدفع المانيا اكثر من 30% من هذه الديون، يعني يتحملوا اسعار شراء الغاز من مختلف دول العالم بشكل مشترك. المانيا رفضت هذا الامر، والحقيقه المانيا قالت يعني كان في سؤال وجه للمستشار الالماني اولاف شولز في قمه براغ وقال لهم يعني فرنسا عملت برامج لمساعده المواطنين وايطاليا عملت نفس البرامج ومختلف، احنا كمان هنا في المانيا لازم نعمل برنامج لمساعده المواطنين والشركات، لذلك خصصنا ال 200 مليار يورو وكل دوله بتنفذ خطه اقتصاديه بناء على قوتها الاقتصاديه، يعني ده كان رد المستشار الالماني، لا يوجد رد اخر غير يعني غير هذا الرد، لان كل دوله بالطبع بتتعامل مع ازمه الطاقه بناء على قوتها الاقتصاديه، والمانيا لديها اموال تستطيع تخصيص ال 200 مليار يورو، ولكن هذه الازمه ما زالت مستمره، يعني ازمه ال 200 مليار يورو اللي المانيا الحكومه خصصتهم هنا للمواطنين ولشركات الطاقه ستظل مستمره. هناك قمه في الاتحاد الاوروبي من المفترض الاسبوع المقبل او نهايه الشهر الجاري وسوف تطرح كل هذه الامور، وما زالت يعني المفاوضات الاوروبيه كما ذكرت هي ارتأت اورسولا فون دير لاين رأت ان الحل الوحيد الان لدول الاتحاد الاوروبي ان تذهب بشكل منفرد الى النرويج والى الولايات المتحده الامريكيه والى الدول العربيه وتعرض عليهم وتتفاوض معهم على اسعار غاز، اننا سنشتري منكم بعقود طويله الاجل. نعم. ونتفق مع بعض على السعر، غير ذلك لا يوجد حل اخر بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي. المانيا بتبني اول محطه في البلاد لاستيراد الغاز المسال يا عربي، يعني وفقا للمحللين وفقا لقراءاتك، هل هذا الحل ربما هينقذ المانيا خلال فصل الشتاء؟ الحقيقه يعني انقاذ المانيا خلال هذا الشتاء بمحطات الغاز المسال اللي بتبنى الان بجوار هامبورغ في شمال المانيا الحل غير عملي، غير عملي، لان لكن الحكومه تعول عليه كثيرا. هي الحكومه بالفعل بتعول عليه كثيرا، ولكن الشتاء من المفترض الخطه الحكومه الالمانيه عاملاها علشان نجتاز الشتاء هنا في المانيا حتى شهر فبراير المقبل، من هنا المحطات اول محطه من المفترض ان تعمل بدايه من شهر ديسمبر. بدايه من شهر ديسمبر المقبل وربما يعني ستستطيع مساعدات المانيا بنسبه 15% الى 13%، ولكن السؤال الاساسي المحطات ستكون موجوده، ثلاث محطات قامت المانيا باستئجارهم، اربعه محطات بقيمه 10 مليارات يورو، محطات عائمه استاجرتهم المانيا، ولكن من اين سياتي الغاز؟ هي الازمه الاساسيه في الغاز، المحطات موجوده لتسجيل الغاز ولكن هذا الغاز ياتي عن طريق سفن من النرويج والولايات المتحده الامريكيه والدول العربيه. اولاف شولز الحل في حل ثاني بيعمل عليه الان المستشار الالماني، وده حل كمان لضغط دول الاتحاد الاوروبي، ان يكون هناك خط جديد، خط ممتد من اسبانيا الى الشمال الاوروبي حتى يتم يعني الغاز يتم توصيله من جنوب اوروبا لشمال اوروبا، لان اسبانيا بالفعل والنرويج لديهم اكبر عدد من المحطات الثابته لتسييل الغاز، الاتحاد الاوروبي بالكامل عنده تقريبا 27 محطه تسييل غاز ثابته، يعني سبعه منهم او ثمانيه منهم دي نسبه كبيره ثابته موجوده في اسبانيا وفي البرتغال، لذلك المانيا كمان في خطه مستقبليه لغاز اللي في الشرق الاوسط يذهب الى اسبانيا وربما للبرتغال عن طريق السفن ويذهب الى شمال اوروبا، ولكن نعم. الحل قصير الامد الان بالطبع هو يعني كميات الموجوده الان التي تعتمد عليها المانيا خاصه لهذا الشتاء الاحتياطي الموجود الان بنسبه 92%. كل دوله عربي يعني وضعت خطه اقتصاديه يعني على حسب قوتها الاقتصادية كما تحدثنا، ما البرامج التي وضعتها ألمانيا برامج المساعدة غير ال 200 مليار يورو لمساعدة المواطنين ومساعدة أيضا الشركات؟ تتحدث على أنه نسب التضخم ارتفعت، فواتير الغاز والكهرباء أيضا ارتفعت، ارتفع أسعار المواد الغذائية في كل العالم ليس فقط يعني في ألمانيا. الحقيقة حاليا خلال الشهر الجاري تصرف يعني كل موظف يعمل هنا في المانيا، كل عامل في المانيا سيحصل على 300 يورو من الشركه التي يعمل لديها دي كاعانه للطاقه وارتفاع اسعار الطاقه هنا في المانيا، ده برنامج من البرامج الحكوميه، وهذه الشركات ستحصل 300 يورو عن كل موظف من الحكومه الالمانيه. نعم. هذه الاموال تاتي من الحكومه الالمانيه، ده جزء من المساعدات، وايضا كل طفل في المانيا الحكومه خصصت له 100 يورو ايضا لكل طفل هنا في المانيا، كل هذه البرامج مخصصه بسبب طبعا ارتفاع اسعار المعيشه والطاقه وما الى ذلك، لان حسب يعني في مسح اجرامها الايفو في ميونخ ان غالبيه مصنعي المواد الغذائيه في المانيا يعتزمون خلود بالفعل رفع الاسعار
خلال الاشهر القليله المقبله بنسبه تصل الى 92%، هترتفع الاسعار خلال الاشهر القليله المقبله هنا في المانيا، ودي كانت يعني مسح كبير جدا ظهر صباح اليوم، هتكون ازمه كبيره للاسعار خلال الفتره المقبله. ولكن الحكومه يعني كل فتره بتحط برامج لمساعده المواطنين الالمان خاصه الذين يعملون، وطبعا من يحصل على اعانه بطاله هنا في المانيا رفعت في اعانه البطاله، ولكن دي كلها برامج فرديه خاصه الحكومه الالمانيه. انا بشكرك عربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من برلين الزميل عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز.